لجان المقاومة تتوافق على ميثاق إعلان سياسي، كيف تقرأ هذا الميثاق في هذا التوقيت وإلى أي مدى يمكن أن يصب في صالح لجان المقاومة وتوحيدها كقوة؟ نعم، هو من حيث التوقيت توقيته مهم للآتي. واحد، إنه الخبر بتاع دمج المواثيق ده جاء عشية الموكب المعلن الليلة، موكب 29 سبتمبر. نعم. النقطة الثانية إنه جاء هذا الميثاق بعد مرور شهر الجاي الانقلاب بيكون كمل سنة. النقطة الثالثة إنه جاي في أكتوبر، وأكتوبر عند السودانيين غنوا له كشعراء وبالملحمة التاريخية لثورة أكتوبر، وباسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني. نعم. والحقول اشتعلت غمحا ووعدا وتمني. دي دلالات مهمة جدا لظهور هذا فيما يلي التوقيت. فيما يلي التوقيت. طيب. فيما يلي الميثاق أنا طلعت عليه على جزء منه، تحدثوا فيه في تفاصيل مهمة في قضايا أساسية. من بين هذه القضايا الأساسية إنه فيه يعني وردت جمل مهمة، إنه يعني لجان المقاومة وجهت الثوار لأنهم يشدوا من الهمم، وإنهم هم أقسموا على صدور عموم الشهداء إنهم حيبنوا وطن بروح وبدن. نعم. دي فيما يتعلق بالكلمات الموجودة فيه. أيضا النقطة الثالثة والمهمة إنه هو هل بيكون ركيزة أساسية لتوحيد قوى الثورة؟ نعم، صحيح إنه في بعض لجان المقاومة لم توقع، وفي آخرين لديهم تحفظات على العمل ده، ولكن يظل في النهاية إنه الساحة السياسية. حسب اطلاعكم ما هي هذه التحفظات؟ في ناس عندهم تحفظات قدموا بعض المقترحات. نعم. وطبعا طبيعة لجان المقاومة هي لجان أفقية. نعم. يعني ما رأسية بيتم طرح الميثاق ويرجع تاني من القواعد، وهو أخذ فترة طويلة حقيقة فعلا، ولكن يظل في النهاية إنه كونه الميثاق يتوحد بالقوى السياسية الوقعت عليه. صحيح هناك في زي 10 تنسيقية لديها تحفظ، لكن هنا في الميثاق ده في تنسيقيات القوى. هل هو انقسام بين قوى لجان المقاومة؟ هو ممكن يعني يقود لانقسام في الرؤى، لكن الهم بتاع لجان المقاومة واحد. يعني مش الانقسام اللي شهدناه في القوى السياسية الأحزاب السياسية وفي تجمع المهنيين، ده كان انقسام طبيعته قائم على مصالح حزبية وعلى مصالح نخبوية، لكن ديل همهم واحد، ناس موجودين في الشارع وفي الحي قضيتهم واحدة، وساكننا هم مع بعض زي المواكب اللي هم طالعين فيها دي بلساتيكهم وبهتافاتهم وبجسارتهم، ولذلك جاء الوقت اللي هم بيطرحوا فيه رؤيتهم عشان ما تلم القوى السياسية. أنا أفتكر إنه بتوقع إنه لجان المقاومة تطرح الميثاق ده للقوى السياسية ويقولوا لهم يا أخي شوفوا الناس اللي بيتفقين معانا حباب العشرة واللي عندهم ملاحظات يقدموا علينا، وده اللي حيخلق من هنا ولقدام. نعم. الوحدة الأساسية اللي حينضم للجان المقاومة قوى سياسية، تنظيمات نسوية، تنظيمات شبابية. طيب تنظيمات أستاذ حسين، هذا ما أريد أن أسأله لك يعني حول كيف يمكن للقوى السياسية أن تستقبل هذا الميثاق في ظل تحفظ أكثر من أو 10 تنسيقيات كما ذكرت حول هذا الميثاق. لجان المقاومة نفسها ليست الآن كتلة واحدة، هنالك تحفظات من داخل لجان المقاومة. يعني مع هذه التحفظات كيف للقوى السياسية يعني أن تقبل بهذا الميثاق؟ القوى السياسية جزء منها لما تم طرح الميثاق اترسل لبعض القوى السياسية، وبعض القوى السياسية أبدت ملاحظات، وأنا اطلعت عليها لبعض القوى السياسية أبدت ملاحظات حول الميثاق. الكلام ده قبل أكثر من 6-7 شهور. الميثاق الأول. الميثاق الأولاني. الآن بعد ما جاءت سلطة الشعب، بعد ما جاءت هذه المقترحات، الخلافات داخل اللجان ما بترتقي لمستوى الانقسام. هي خلافات فنية حول يعني حاجات فنية. ليه؟ لأنه أغلبهم شاركوا بصورة أو أخرى في شكل الميثاق قبل الدمج الأخير ده. القوى السياسية في تقديري أنا زي ما قلت لك بتوقع إنه يتم إرساله للأحزاب السياسية والتنظيمات النسوية والشبابية وغيرها. هي حتدرسه قطع شك. ليه؟ لأنه حالة التوهان الموجودة الآن في البلد شاملة الجماعة دي كلهم، الأحزاب السياسية، المكون العسكري،
الحرية والتغيير اللي انقسمت إذا كان المجلس المركزي إذا كان التوافق الوطني بما في ذلك حتى قوى سلام جوبا وسلام المسارات ديل نفسهم هم خشوا في الدايلما في المتاهة دي. فلذلك ده توقيت مهم والموضوع اللي هو طارحه أيضا مهم اللي هو سلطة الشعب إنهن الناس دارين رجعوا الركائز الأساسية اللي بيشتمل عليها الميثاق تتحدث عن وحدة القوى السياسية مش الوحدة المزيفة زي ما هم قالوا لا وحدة بتقوم على يعني التغاء فكري وإيمان قاطع بضرورة بناء الوطن زي ما قلت لك هم قالوا حيبنوه بروح وبدن. طيب في ظل الاختلافات البارزة جدا أستاذ حسين للمكونات السياسية المختلفة مثل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والتوافق الوطني والآن هذا الميثاق جاء بعد مبادرات كثيرة تم تقديمها في الساحة السياسية، كيف يمكن لهذا الميثاق أن يعمل على توحيد هذه القوى بعد اطلاعكم عليه وهل له ما بعده بشكل واضح؟ نعم هو له ما بعده حيعمل على توحيد القوى السياسية فيما يتعلق يعني بالموضوعات اللي هو طارحها مثلا موضوع العدالة الانتقالية ده بهم كل القوى السياسية، موضوع السلام بهم كل القوى السياسية، موضوع الاقتصاد بهم كل القوى السياسية وكل الشعب السوداني، موضوع العلاقات الخارجية، كل الموضوعات دي صحيح في هيكون في تباين بعض الناس اللي لقوا مكاسب في سلام جوبا وما دارين يفكوها باخوي واخوك ديل اي ملاحظة حول طرح الميثاق فيما يتعلق بسلام جوبا اذا كان ضرورة تعديله او مراجعته أو إلحاق الآخرين بسلام زي الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور عبد العزيز الحلو أو عبد العزيز الغايد عبد العزيز الحلو آخرين أنا بتكلم عن قوى سلام جوبا أو سلام المسارات لكن قطع شك كل القوى السياسية الثانية همها نفس الهم بتاع لجان المقاومة دائرة علاقات خارجية تنتشل السودان من صراع المحاور تنتشل السودان من الأوضاع الاقتصادية المأزومة تعيد السودان وتعيد الثورة الاحتفاء بها العالم احتفاء كبير جدا نعم تسترد المظالم لأسر الضحايا.